نظام جي بي تي هو مخطط تقسيم حديث ومطلوب للأقراص الصلبة إذا كنت تقوم بتشغيل نظام ويندوز حديث في وضع UEFI. ومن ناحية أخرى هناك حاجة إلى نظام للأقراص الصلبة MBR لتشغيل إصدارات ويندوز الأقدم في وضع بيوس، وأيضاً إذا كنت ترغب في تثبيت أحدث إصدار من ويندوز 11 فقد تحتاج إلى استخدام نظام تقسيم جي بي تي. لمعرفة فيما إذا كان محرك الأقراص الخاص بك هو جي بي تي أم إم بي آر، تابع الشرح التالي. الخطوة الأولى، انقر بزر الماوس الأيمن فوق إبدأ وحدد إدارة الأقراص ديسك مانجمنت، سيؤدي ذلك إلى فتح أداة إدارة الأقراص. الخطوة الثانية، انقر بزر الماوس الأيمن على القرص الذي تريد معرفة مخطط التقسيم الخاص به وحدد خصائص. الخطوة الثالثة، في النافذة التالية حدد علامة التبويب وحدات التخزين أو فوليومز. الخطوة الرابعة، الآن تحقق من نمط التقسيم في القسم التالي Partition Style. سوف يظهر لديك نمط التقسيم المستخدم. حسناً، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها التحقق مما إذا كان الهارد ومحرك الأقراص هو GPT أو MBR في نظام التشغيل ويندوز.